لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة ألوان الأيام الحلقة الخامسة والأخيرة ناصر إيش رأيك في كلام عيون وفكرتها علشان تخلي بيت خالد يغيروا رأيهم ويقبلوا بفسخ الخطوبة معك هدرة زي الناس قالت نروح ندور على ورقة ضغط تخلي خالد أبو حامد يقبل بفسخ الخطوبة ما فيش لا ضغط ولا سكر ينفع معهم ها وحتى أنا مشيش الناس يقولوا على بنتي إن خطبة انفسخت وبعدين لا تنسيش إنه أنت السبب في إني أزوج بناتي لما الناس يشوفوا كاملة مكملة وطيبة ويقولوا نشتي بناته لأن البنت تطلع لأمه ها ولا يمكن نلاقي ورقة ضغط من أساسه وحتى الورث حق جدتي اللي عند جدهم لو قلت لهم ما هوش ضغط وعاد أنا كنت ناوية يا دكتور عيون لقيت فكرة ايش في بك؟ ابتعادك عن الناس يعني ابتعادك عن الفيروس ونحن نقصد الابتعاد الجسدي فقط ويظل التواصل والعمل معا من أجل صحة المجتمع مسألة لقيت الفكرة أنقذي بنتي يا دكتورتنا أنقذيها فكرة إيش يا خالة؟ ورقة الضغط اللي بتخلي جابر أبو حامد يقبل إنه ابنه يفسخ خطوبته من بنتي بدون ما يأذي إيش هي؟ بالله قولي لي إيش هي؟ خالد هذا هو يقرب لزوجي ناصر من بعيد وفي نسبة من الأرض حق خالد نسبة قليلة يعني هي ملك لجدة ناصر لكن الموضوع قديم وناصر وأبوه الله يرحمه عمرهم ما طالبوا به كانوا يقولوا هي ورث حرمة ما لها قيمة ولما طالبنا به قبل فترة قريبة خالد زعل وقال إذا ما سكتناش بيسيب مصاهرتنا ها قصدك نطالب به ونساومهم إنه نسيبي لهم ونتنازل عني كتعويض لخالد عن أرضه اللي باعها عشان زواج ابنه ايوه جاءت لنا على طبق من ذهب والله كنت أشعر إني متعلقة بقشة إن شاء الله بالعقل نقدر نخلي القشة سفينة يلا عيوني هيا قد نجد التصميم المنتظر فوق السيارة كيف أسافر؟ ما قد اشتريت بعض الحاجات؟ عيوني هبس طرحت لي سماعة الجهاز اللي اسمع كل كتب الصوتي أخذك لها كتير ما تدرين انتبه للدارة عشان تجوزيتي والله الزوجة البنت عم نلاقي بينهم أفكارنا وحياتنا بدون من عيوني أخذك لها كتير خليك ترسمي وتدوي ترجعك تدرسي كمان إيش باقي؟ مش باقي ايوه باخذ الكاميرا احتياط عشان لو احتاجها نجيب ايام الحجر الصحي رماديه ايش قصدك حركات ها وقدها رماد لا 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 قصدي لا سودا ولا بيضاء لكنها ايام ايام جديده عليكم اما انا فانا كثير الحجر وتعودت على السفر الداخلي بدون ما اخرج من الغرفه ودحنا مسافرين يلا بسم الله بسم الله توكلنا على الله هديته للسماء يا طير
وكانت أحلامهم انتهت ولونت أيامهم بالخير من بعد لون الجفا الباهت. صح الله لسانك، الله عليك. طبعا هذه للرجل الحكيم وطيب الأمناجي. تسلم تسلم، شرفنا بمعرفتك يا ولدي. الشرف لي والله العظيم، أن الشرف لي أنا. أحسن حاجة فعل ناصر إنه عرفنا عليك، علشان تصدقوا لما أقول لكم إنه ناصر إنسان عظيم وغلطاته بسيطة، واللي بيخليها بسيطة جدا هو استعداده دائما إنه يتراجع عن أي غلط. الله المستعان يا ناجي، إذا قد غلطت عليك أنا مستعد أرضيك حتى برأس بنتي. مالك أنت؟ رأس بنتك مش حقك، هو حق الله وحقي أنت، يلا تملك رأس غنم. الله يجازيك. إيش عملت في الموضوع؟ قد تواصلت مع حامد وكلمته بكل حاجة قلت لي، والأمور إن شاء الله تمام التمام. ذا الحين يا عم ناصر ايش بتسوي بالفلوس اللي معك اللي كانت المهر حق لمياء؟ قد اشترينا شوية حاجات من رأس الفلوس. قصدي بنرجع فلوسهم، بس هم باعوا أرض علشانه. ها خلاص نزوج لمياء لحامد. ناصر خلاص خلاص يا جماعة الخير، صلوا على النبي، باروح أدور لهم حرمة بدل لمياء تكون كبيرة ومناسبة، ولو حتى أوفي من عندي. هيا ها حامد. أيوة قد إحنا قريب. تمام تمام إنكم هناك، بس ما كان في داعي للغداء والله. خلاص ولا يهمك. آه. الحمد لله على سلامتكم وأهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يسلمك. سلمك الله. هيا بننزل أغراضكم ونروح البيت عندنا غدا. عظم الله أجرك يا ولدي في صالح، وتعال تعال بدخل أسلم لك الفلوس. ما فيش نصيب يا ولدي، أنا كنت بعمل جناية في بنتي. فلوس أيش يا عم ناصر؟ ها الفلوس اللي جبتوها مهر، مالك؟ أها شكلكم ما كلمتوا النوش. العم ناجي صح؟ شحمه ولحمه يا ابني. كيف حالك يا حامد؟ شوف كيف بسرعة التقينا. ولا يهمك، الآن عمك ناصر يفهم كل شيء، خلينا ندخل بس. والله نورتونا وتشرفت بك يا أستاذ نجيب، عرفتك من صورتك بالمجلة ولو الكمامة مغطية شوية، وسامحونا ما بنصافحش، محبة فيكم. أخيرا فهمنا التباعد الاجتماعي، هيا تفضلوا. أهلا وسهلا. من هنا من هنا إن شاء الله بس. الله يرحمك يا صالح. الله يحفظك. لكل مشكلة أكيد موافق ومقتنع. أنا ما تخيلت إنه بنوصل حل بهذه البساطة وترجع الأمور بخير. الحمد لله، أنا قد كنت يائس من الأرض اللي عند خالد، والآن أبيعه وعلى عيني بالمبلغ اللي عندي، سواء كان أقل ولا أكثر. وأنا وبنتي وكل عائلتي من اليوم قد إحنا عيال ناجي، ما نعمل أي أمر إلا بمشورته. أنت الأصل يا ناصر، إذا كنا لونا لك يوم فأنت بمعولك وكفك البيضاء بتحمل لنا زمن أخضر بالخير والمحاصيل المفيدة. وحامد من اليوم بيبدأ معي أول تدريب، نكمل الاستطلاع حقي عن زواج الصغيرات هنا في القرية، وبعدها نسافر نسجله في كلية الإعلام ويبدأ حياته العملية وهو طالب، ما يتخرج إلا وهو إعلامي متمكن قادر على تسليط الضوء على كل ألوان الحياة وتفاعلاتها. يابا قالوا الغنم حق بيت غانم، دخلن بين الزرع حقنا. ايش مالهم دنا مالهم؟ فينكم يا بيت غانم فينكم؟ الزرع حقي في بوك خلرا،
خرجوا الغنم حقكم أحسن لكم. اللي بيدخلين غنمه بين زرعي وياكلنه بيموت مثل صالح الله يرحمه، بتجيله زخمة الكورونا ويموت. يتجدد لقاءنا بكم غدا مع قصة جديدة بعنوان بين كماشتين، انتظرونا. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نذير العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.